مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية العلم، تحية الطموح والمستقبل. نحييكم مشاهدينا في كل مكان، من هنا من قاعة المدينة الجامعية في الشارقة. الآن تبدأ هذه المراسم للاحتفال بتخريج طلبة الفصل الأول من العام الجامعي الدراسي 2010. اليوم أيها الأعزاء، تحتفل المدينة الجامعية بخريجي هذا الفصل، وعددهم 604 طلاب وطالبات، حصلوا جميعهم على درجات البكالوريوس والماجستير، ويتوزعون على كليات الجامعة الأربع: الآداب والعلوم والعمارة والفنون والتصميم والهندسة والإدارة والأعمال. كما تشاهدون الكل يتطلع، الكل يرسل النظرات إلى هؤلاء الخريجين والخريجات الذين الآن يصعدون إلى خشبة المسرح، مسرح قاعة المدينة الجامعية بالشارقة. كل منهم يأخذ مكانه الآن استعدادا لبدء مراسم هذا الحفل العلمي والأكاديمي الكبير والبهيج. إنها لحظات مشهودة في حياة هؤلاء الطلبة والمدرسين وأولياء الأمور وكل من يشهد اليوم هذه اللحظات وهذا العرس البهيج. والجميع في انتظار حضور راعي هذا الحفل، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، رئيس الجامعة الأمريكية في الشارقة، الذي كما قلنا يحصد مع كل دفعة تتخرج من الجامعة، من هذه الجامعة ومن جامعة الشارقة أيضا، ثمار غرس وجهد وعمل، عمل دؤوب، عمل سنوات طويلة من أجل الرقي بهذا الصرح إلى مصاف الصروح العلمية العالمية الكبرى. حتى الأهالي هم أكثر فرحا من الطلبة، لأنهم ضحوا بالكثير وقدموا الكثير ليشاهدوا فلذات أكبادهم في هذه اللحظة الجميلة الرائعة، في هذا المشهد العظيم الذي لن ينسوه أبدا أبدا. أعضاء مجلس أمناء الجامعة، نواب مدير الجامعة، عمداء الكليات، أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية بالجامعة، أولياء الأمور، الطلبة، كلهم الآن في انتظار بدء مراسم حفل التخريج. وتحية كبيرة لهؤلاء المدرسين من طلبتهم، اعترافا بفضلهم عليهم. الذين قضوا معهم هذه السنوات يلقنونهم العلوم والمعارف ويعطونهم قطعا من أنفسهم في سبيل أن يقفوا بهم
في هذا اليوم وفي هذه اللحظة من يوم التخرج. الآن أيها الأعزاء يتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة الأمريكية بالشارقة يصعد إلى مسرح قاعة المدينة الجامعية ليبدأ الآن حفل التكريم. الكل الآن يتشرف بحضور حضرة صاحب السمو حاكم الشارقة حفظه الله ورعاه ويبدأ الحفل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. Your Highness, Sheikh Dr. Sultan bin Muhammad al-Qasimi, member of the Supreme Council, ruler of Sharjah, and president of the American University of Sharjah. Assembled faculty and parents and family members, distinguished guests, and most importantly, the graduating class of fall 2010. This is the largest graduation ceremony
that the American University of Sharjah has ever held. Here today, as you might have noticed, we have 600 students, including those graduating this semester and those who graduated at the end of summer semester. All of you students have worked very hard to reach this point, and I offer my sincere congratulations and my best wishes for your future. There are two times at AUS when students, parents, faculty, and the administration gathers together. Once is when you, as students, first joined the university. On that occasion, it is my duty as chancellor to welcome you and also to urge you to study hard, to succeed in your classes, while also reminding you to take advantage of all of the other opportunities that AUS offers. Not only the academic or the intellectual opportunities, but those that the whole world of AUS offers for personal development, such as making new friends, participating in student activities with clubs and sports, residential life, engaging in community service to improve society, or participating in leadership programs. In that first gathering, it was a great pleasure years ago to see in the eyes of your parents how proud that they were that you had become students at this university. Today, you have achieved what you set out to accomplish. You have exercised the adult responsibility of free choice in pursuing your course of study. In all of your activities here, you have shaped your own individual careers at AUS. Some of you have focused on academics, some on a combination of studies and other activities. Some of you will leave with hundreds of friends, and some with only a few very, very close friends. Whatever your experiences, whatever your circumstances, you entered AUS as teenagers, and now you leave it as adults. And the pleasure and the joy that I see in the eyes of your parents and your family members, and the pride that I see in the eyes of your faculty and teachers assembled here today really have no bounds. Graduation is truly a wonderful moment of joy for all concerned. The next question that you graduates now face is what is going to happen next. But whatever happens, whether you enter the job force immediately or sometime later, whether you decide to continue your studies, whether you have other career choices, such as marriage, whatever happens, you will be able to draw upon the wealth of specific knowledge, analytical ability, communication skills, and interpersonal experiences that you have gained here at AUS. It is true that you are completing one stage of your life and beginning another. But from another point of view, you are merely continuing the journey that you have been taking during your years here. Much that you face in the future will be similar to that which you have already experienced. In other words, your years at AUS have prepared you very well for the challenges of the future, no matter what they are. What is different now is the level of choice and of responsibility that you as adults now have. And we of the older generation look forward to the ways that you as the new generation and as young individuals confront and overcome the challenges of our time. These challenges are many, especially in our region. They involve issues of political stability, economic growth, social development, global integration, climate change, and how best to take advantage of the amazing technological innovations that are a major component of our time.
how you as a generation and as individuals engage in these issues will be fascinating to watch. But as you face these challenges, please remember that your university experience has provided you not only with the most up-to-date knowledge and skills, it has also grounded you in the principles of strong personal integrity and sound ethical values. No one person can solve all of the world's problems, but each of us, as an individual, can take responsibility for our own actions. So I urge you, live a good life, for by doing this, you will already make the world a better place to be. I again offer my congratulations to you new graduates and now new alumni. You have made your parents and your families happy and very proud, and I'm sure that in the years to come, you will make all of us at AUS proud as well. Thank you. Your Highness, as you come to the podium, please accept the sincere gratitude of the Board of Trustees, the faculty and staff, our guests today, and especially on this occasion, the graduating class, for your extraordinary generosity and support. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضيوفنا الكرام، الإخوة والأخوات أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية، أولياء الأمور، أبنائي الخريجين وبناتي الخريجات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم ونبارك لكم هذا النجاح، وكم نحن اليوم فخورون بكم، فخورون بحصولكم على الدرجة الجامعية بكل جدارة واقتدار. فهنيئا لأهلكم وذويكم وأساتذتكم. نجاحكم إن جامعتكم فخورة بكم وبإنجازاتكم، لأنكم جزء من رسالتها في التميز وتحقيق الهدف. فانطلقوا نحو الرقي بالعمل الجاد لخدمة أوطانكم، متسلحين بمعارفكم العلمية والعملية التي تلقيتموها في جامعتكم. نحن لا نودعكم، بل أملنا كبير في أن حبل التواصل بيننا وبينكم لن ينقطع، كما هو الحال مع بقية زملائكم أعضاء رابطة الخريجين الذين التقينا بهم في حفلهم الذي أقاموه مؤخرا في رحاب الجامعة. وإني على ثقة أنكم ستبقون الأبناء الأوفياء لجامعتكم ولأوطانكم. أبنائي الخريجين والخريجات، ملامح جامعتنا اليوم جلية واضحة، وخطواتها واثقة ومستمرة نحو تحقيق طموح أبنائها الطلبة، فسعيها لا يتوقف تجاه تطوير مستواها الأكاديمي الذي وصلت إليه على الخارطة التعليمية العالمية، أو على صعيد تحسين المباني أو تحديث المختبرات، وتجاه مصداقيتها في إيجاد سبل التطوير لما فيه الخير لأبنائها، وفقا لما رسمناه لها من سياسة انتهجتها الجامعة منذ إنشائها. وكجزء من هذا التحديث، تحرص الجامعة أن تكون نموذجا يحتذى به في جميع المجالات،
على مسار تحصيل العلم والمعرفة. وفي هذا السياق وتأكيدا على ثوابت الجامعة، يسرني أن أعلن لكم عن مبادرة جديدة تطلقها الجامعة في مجال المحافظة على البيئة، ألا وهي إعلان الحرم الأكاديمي الجامعي كاملا بما فيه ساحته الخارجية منطقة خالية من التدخين. اعتبارا من بداية الفصل الدراسي المقبل وفي الإطار نفسه ألا وهو المحافظة على البيئة، بدأت الجامعة بتنفيذ خطة طموحة لترشيد استهلاك الكهرباء والماء في الحرم الجامعي بما في ذلك مساكن الأساتذة والطلبة، وتنفيذا لخطة طويلة المدى في هذا الصدد تم تحديث مبنى كلية العمارة والفنون والتصميم آخذين بعين الاعتبار استخدام المواد الصديقة للبيئة، وستكون هذه هي سياستنا عند تحديث باقي مباني الجامعة، وكانت هي سياستنا خلال إنشاء المبنى الجديد لكلية الإدارة والأعمال الذي أوشك على الاكتمال. ولعلكم عاصرتم المبادرات الجديدة الأخرى للجامعة، ومنها استحداث إدارة برنامج القيادات الطلابية من قبل مكتب شؤون الطلبة كجزء من اهتمام الجامعة بتطوير المهارات القيادية لطلابها وطالباتها، ولا شك بأنكم تابعتم ما يقدمه البرنامج من مجموعة واسعة من الأنشطة التي تخدم هذا الغرض، مما زاد من مشاركات الطلبة في الرحلات الخارجية والفعاليات القيادية داخل الدولة وخارجها وحصولهم على الجوائز الدولية في هذا المجال، وليصبحوا مصدر فخر للجامعة. ونبارك لهم آخر ما حصدوه من جوائز، ألا وهي جائزة الشارقة للعمل التطوعي للعام الحالي عن فئة مؤسسات التعليم العالي. أبنائي وبناتي الخريجين والخريجات، أتمنى لكم النجاح بتنمية وتطوير مجتمعاتكم، مستثمرين ما تعلمتموه في جامعتكم التي ستبقى بيتكم الثاني دوما، فلا تترددوا بزيارتها متى ما تنحت لكم الفرصة. وختاما، أشكر أساتذة الجامعة وإدارتها وجميع العاملين بها على جهودهم المستمرة في مواصلة تطوير ما وصلت إليه الجامعة من مستوى متميز. نسأل الله التوفيق لكم ولنا في كل ما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. In addition to the faculty assembled here, the following members of the administration are on stage today. Dr. Moza Ishehi, Vice Chancellor for Student Affairs. Mr. Salim Al-Qasir, Vice Chancellor for Public Affairs. Mr. Ali Shahami, Vice Chancellor for Enrollment Management. Ms. Linda Attaya, Registrar. Dr. Mark Rush, Dean of the College of Arts and Sciences. Dr. Peter DiSabatino, Dean of the School of Architecture and Design. Dr. Malcolm Richards, Dean of the School of Business and Management. I think there's one other school, but I'm not sure if I can. Dr. Yusuf El-Assad, Dean of the
We hope that in the future these engineers will that the engineers will use some of this energy to build something. Other members of the stage party will be introduced during today's ceremony. It is an AUS tradition that at commencement, a member of the class speaks on behalf of fellow graduates. The student is selected through a competition among undergraduate students. The speaker for the class of 2010 is Mr. Max Stanton. During his years at AUS, Mr. Stanton served as vice president of the Yemeni Club, where he actually lives, student council, school of business and management coordinator, and then he was elected student council president. He also went with the student leadership program to the American University of Kuwait, Model United Nations, where he was awarded the Diplomacy Award for Outstanding Performance. He participated in the Dubai Financial Market Stock Game and helped out often in freshman orientation. He's been a very active student and an outstanding representative of AUS. Mr. Stanton. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. Your Highness, Sheikh Dr. Sultan bin Mohammed Al-Qasimi, members of the AUS Board of Trustees, Chancellor Heath, distinguished guests, staff and parents, and last but certainly not least, members of the AUS class of 2010. It is with great pride that I welcome you all here today to the American University of Sharjah's Fall Commencement 2010. My fellow graduates, we have made it! For those here today, January 27th will be remembered as the day the American University of Sharjah's Fall 2010 class set out to become ambassadors to the prosperous and accepting world of tomorrow that it is our responsibility to create. After hundreds of hours of classes, countless nights spent studying, numerous projects to track, and priceless friendships built through the acceptance of those different to ourselves, we have come to the culmination of our academic careers at AUS. By no means has our achievement of this goal been an easy one for any of us. It was not easy for the parents who gave us their emotional and financial support, nor for the professors who helped us grow, mature, and learn, and certainly not for us as students. But experience has brought us together and given us the opportunity to see the world differently than the generations that came before us. Whether it stems from teaming up on assignments with our multicultural classmates, playing side by side on the sports teams with people who speak different mother tongues, or sharing Ramadan iftar meals with students of all faiths in the student center, our university experience has taught us how to be great citizens of the 21st century. For those of us graduating today, AUS has been our home away from home. For at least the past 4 years, we have shared our lives, learned about each other, grown together, and found that what divides us is less important than makes us the same. Arguing the equality of all Americans, the American abolitionist William Lloyd Garrison once said, "My country is the world, my countrymen are mankind." For AUS students, this rings especially true, as it is here that we not only gained an extensive education in our respective fields, but where we were shown what it means to become considered global citizens of the 21st century. The American University of Sharjah is a reflection of what the world should be, and from our shared experiences here, we have learned how to engage the world outside of University City. We have been shown that it is possible to stay true to our heritage and our traditions while understanding and enjoying the people around us. As individuals, we trace our roots to every corner of the globe, and yet as a graduating class, it is our joint history and our similarities that overpower differences and unite us.
As we take our first steps as university graduates and independent adults, we must all stay true to this reality. We must not get so caught up in our own lives that we forget those less fortunate than ourselves. We must not work just to further ourselves. Rather, we must work to improve the world around us, just as we work together hand in hand to improve our university life. It is an inescapable fact that we are all in this together, and the ripples of the actions we take will be felt by generations to come. The accumulation of the skills we have gained at university, we can go out into the world and face every challenge with confidence. As an AOS graduate, we have both the position of earning our degree from a truly diverse university, as well as the gift and the responsibility of being uniquely qualified to create the changes we want to see in the world. There are no obstacles that cannot be overcome by the perseverance and dedication that is so representative of the human spirit. Our host nation, the UAE, exemplifies this, as it is a country that has literally risen from desert sands to become a global leader and a model of tolerance and diversity. This rise to prominence was accomplished without sacrificing the values and the culture that are at the country's foundation, a very rare accomplishment. As citizens and residents of this country, we have learned by example to work hard, remember our values, and to build a better future. Sheikh Zayed bin Sultan al-Nahyan, may he rest in peace, once said, "The real assets of a nation is its people, especially the educated ones. And the prosperity and the success of the people are measured by the standard of its success." We are this asset. Living in the UAE and studying at AUS have helped us mature into people who will make their nations proud. We are the foundation that tomorrow's families and societies will be built upon. We are the future. And it is with extreme confidence that I say AUS has prepared us for the task of making our world prosper and succeed. 39 years ago, on the 26th of January, 1972, His Highness Sheikh Dr. Sultan bin Hamad Al Qasimi began his rule of this beautiful emirate. It is through his forward vision and wise leadership that Sharjah has flourished, and that the university has taken its place as the premier academic institute in the region. We must do as he has done, set forth into the world with an open mind and an open heart. We must strive for knowledge, follow our vision, and give back to those in need. For us, the sky is the limit, and I pray that we all keep this in mind as we begin to build our futures and those of the lives who we will touch. Let us live every day to the fullest and make full use of the blessings and opportunities that we have earned and received as students of this unique institution. We are the American University of Sharjah's graduating class of fall 2010. We are the future. Congratulations. Thank you, Max. The Provost, Dr. Tom Hostetler, will recommend the candidates for degrees. Dr. Hostetler. Mr. Chancellor, it is my privilege to present the candidates for graduate degrees. Will the candidates for the graduate degrees please rise? Not yet. Mr. President, Mr. Chancellor, on behalf of the faculty, I have the distinct honor of presenting to you the candidates for the graduate degrees. All of these candidates have completed the requirements of their graduate degree programs. They have acquired knowledge and skills that will enhance their professional growth and development, and I take pride in presenting them for their degrees. By the authority of the Board of Trustees, and on the recommendation of the faculty, I confer on you the master's degree that you have earned, with all of the rights, privileges, and responsibilities pertaining thereto. Ms. Lina Al-Khoury,
will now call the names of those who have received their master's degree. As your name is called, please come forward to receive your diploma from His Highness. Those who are not attending the ceremony will receive their degrees in absentia. College of Architecture, Art and Design. Graduates with a master's degree in urban planning. Faisal Ali Abu Dhan. College of Arts and Sciences. Graduates with master's degrees in teaching English to speakers of other languages and English, Arabic, English translation and interpreting. Hadil Salim Nassar. Banan Qasim Al-Kafri. منى حميد الجناحي. منى محمد الكحلة. رندا فايز بومهدي. فاطمة عبيد المزروعي. School of Business and Management. Graduates with a master's degree in business administration. Hiba Aisa Al-Atiq. Fatima Nawaf Fawaz. Muhammad Reza Kerbasi. عبد العزيز يوسف الجرجاوي. هما شعيب اسماعيل. بدرية جول محمد خان. هاجر احمد امين. وائل هلال الخراز. فهد محمد السعدي. College of Engineering. Graduates with master's degrees in chemical engineering, civil engineering, computer engineering, electrical engineering, engineering systems management, and mechatronics engineering. Amal Waleed Al-Sulh. Hadil Yaqub Al-Sayegh. تأثير زهرة عقاس علي. يارا راجي عجي. ندى راجي عجي. حسام فارس عثمان. محمود عاطف لوباني. أشرف ياسر المصري.
رامز سعد الله جبور. علاء نضال شنابلي. إيهاب طاهر شاهين. مهند زياد ناصر. سنابل حسن النوراني. هبة الزربة. ريم مجيد الحميري. مي علي عوض. نور علي عباشي. محمود سائد غيث. محمد آصف آصفي. سودي حيدري نسب. نازنين نشاطبر. Will the candidates for the degree of Bachelor of Arts and Bachelor of Science please rise? Up. They are leaders and not followers. Mr. President and Mr. Chancellor, on behalf of the faculty, I now present to you the candidates for the bachelor's degree. Each of these candidates has completed all of the requirements of a bachelor degree in his or her discipline. The students graduating today have knowledge and skills to compete globally and to become responsible and effective contributors to their communities. They are a source of pride to their families and to the American University of Sharjah. Mr. Chancellor. I think some of you didn't want to leave the university. By the authority of the Board of Trustees and on the recommendation of the faculty, I confer on you the bachelor's degrees that you have earned, with all the rights, privileges, and responsibilities pertaining thereto. Ms. Lynn Al-Houri will now call the names of the graduates. Please come forward as your name is called to receive your diploma from His Highness. Those who are not attending the ceremony will receive their degrees in absentia. Congratulations. College of Architecture, Art and Design. Graduates with bachelor degrees in architecture, design management, interior design, multimedia design, and visual communication. Abdullah Nabil Hakimi. Abdurrahman Khamis Bilhaik. Aydan Zainalova. Tanya Hamidriza Sherwani. Odell Muhammad Bachar Al-Allaf. Sara Basil Fayyah. ليلى رزا عكبان.
ميساء سعيد المزروعي، رولا علي أبو دهن، خالد وليد عوض، College of Arts and Sciences، Graduates with bachelor degrees in English Language and Literature, Environmental Sciences, International Studies, Mass Communication, and Mathematics. Abir Riyad Dawood. Bahar Jalal Kishabard. حلا خلدون عكسي، زينة خالد، محمد نبيل، أروى سعيد الصباحي، صدف خليل أحمد كوملاودي، مريم حمد ثيابي، ميسى عبد الله الشامسي، مريم فيصل القاسمي، هيفاء عيسى حسين، ياسمين محمد قاسم، أسرار حمية، تيلا يوسف حداد، مبارك وسمي الوسمي، محمد جمال شحيدر، أحمد عوني طوان، عبد الله أحمد عبيدي، محمد سعيد الحجري، فرح عامر النشار، منال محمد علي، إسراء سمير محمد، علياء علي المهيري، آيات ناصر الجاروشة كوملاودي، رغد عمر العاني، ساهر عباس أشعري، سارة توصيف أحمد، فرح عباس مون، تانيا جوبتا كوملاودي، أنس منجد قطان كوملاودي، سحر مقبول سمرو ماجنا كوم لاودي،
رابزة خالد التونتاس ماجنا كوم لاودي فاطمة محمد علي ملا كوم لاودي أسماء شنبازي أحمد فؤاد جبر محمد محمود قابيل علا صبري إبراهيم لينا مفيد خروفي لمياء عبد الهادي العسكري دانا سمير سلمون شيماء بشير طهبوب هديل هشام معروف لبنى مجدي بكتير هيام محمد بلطجي فرح باهر قاسم سهى محمد سماحة لما غسان هنون علا سعيد العلمي سارة محمد الشوب مايا طلال سمعان تريسي آلن لوزين رامن سايكا مريم عبد السلام أبو نحل رزان جلال طقش ريان غسان شيتي زهراء محمد زمان فاطمة أحمد الصالح دينا هشام غاربو كوم لاودي فرح عباس السادات باتريشا لوتشي فرمازي ألكسندرا شافيز ماجنا كوم لاودي محمد زيد نور سمار خليفة ستيفنز إيوان محمود عباسي زينب أمين نصر كوم لاودي زمانة أحمد أسعد صبح غنى أحمد معروف كوم لاودي ليلى توفيق شونتولر صالحة إرفان رؤوف أمنة سلمان الحداد
نورا علي بخش. بسمة خالد جنجاري. علاء الدين عباس مصطفى. مريم أحمد الحسني. سارة عمر الياقوت. School of Business and Management. Graduates with bachelor degrees in Business Administration, Economics, Finance, and Public Administration. Noura Mshari Balghnaim. Nouf Rashid Rashid. Humaid Khalid Al-Muallam. موزة سيف المعمري. ريم ناصر الصالح. أروى محسن الحريدي. فيصل محمد فولاذ. أحمد محمد الزرعوني. محمد جمعة الغرير. محمد جابر. ناصر كمال شحادة. علي هاشم شيكوفتي ماغنا كوم لاودي. ثريا حامد الهاشمي. عبير هاشم الهاشم. ألاء عمر باعشن كوم لاودي. علاء عدنان برهان. محمد صدقي أبو خمسين. فراس عبد العزيز الجابر. محمد أحمد القاسمي. منيب محمد آغا. محمد حسن بدر. دعاء عماد الدين عبد الله. مريم ممتاز حقي. نور أحمد فؤاد شيخ سليمان. وئام يوسف سلامين. فيصل بن نهار آل سعود. إيناس فاروق الزير. لينا أمين حسوني كلاوزي. سماح هاني الرمحي. آلاء داوود أبو شاويش. ريم علي يونس.
توسن وليد الشلبي كوم لاودي. ريم محمد صبح كوم لاودي. مروة محمد زهير غير كوم لاودي. سارة محمد القحطاني. هناء وجدي عبد الهادي. أحلام حسن قدورة. فيزا مهر علي كوم لاودي. زين العابدين ماجنا كوم لاودي. سمر شداب. وردة شوكة علي صنديلة. سارة عبد المحسن بهمن. وجيها محمد بط. فاطمة راشد العلي ماجنا كوم لاودي. مريم صالح آل علي. نجلة عيسى الأنصاري. أمل محمد فولاذ. هند خليفة المهيري. حصة عمر القاسمي. مريم منصور محمد. سيماء هاشم علي. لولوا علي بوحزي. ميرلين آن ماثيو. نزار صفوان ناشد. هناء نبيل شتيلة. هلا جلال كوسا. سهر فاطمة غلام عباس كوم لاودي. عائشة حاجي الحمادي. إنجي خالد زيدان كوم لاودي. سحر جايلة سعدباد. نرجس مرادي مطلق. ليلى ماجد حسيني. سيدي نجين جبيد. مها علي طيبس. سارة باسم الدسوقي. منى فوزي البريدي. لينا زياد الفارس. فرح خالد أبو صلاح. أحمد محمد الجبور. خليل إبراهيم حجازي.
محمد هيكل مهنا. يونس أنور الزلم. إياد بهاء الدين زارب. أحمد إبراهيم عبد الله. يوسف مازن زحويل. محمد علي شلبي. رامي فريد غريب. تسنيم محمد مراد. إناس كمال اللوح. رزان محمد وضحى. سارة حسام الدين عناية كلاودي. عبد الله أحمد الأنصاري. دينارة أحمد بليبا. فريدة رابيلفنا كريموفا. محمد حمدان المصري. عمرو محمد أيمن العابد. عبد العزيز حسن دهلوي. خالد علي القعود. محمد أيهم هيثم زيدان. ياسمين محمد طارق لاشين. أفيل أوموروفا. أماني عماد الدين رجب كوملاودي. ألاء الياس عنتر. ريم معين بدوي. منال منير حمود. جمال عبد الناصر عودي. محمد محمود إبراهيم. عصام ضياء علي. عادي نبيه بدوي. حسام محمد النجار. معن عبد الله الضمور. هيثم عزام الفقيه. دعاء سعيد الحبيب. بدر الدين المبروك المعداني. عبد الرحمن عبد الفتاح الغرياني. إبراهيم محمد الزحاف. محمد عصام الدين الصادق. أحمد طارق محمد. أحمد عبد الرحمن عبد الله.
وسيم خالد الناجي. دانيال نبيل شعلان. سفيان نبيل اسماعيل. سامي كمال زياتي. إحسان قاسم شيفا. شعيب يعقوب عابدي. علي رضا هداية اسكندري مهرانجاني. محمد يوسف الفارسي. ماكس هيورد سنتن. سلطان محمد العويس. سالم عبد الله الطريفي. شبيب احمد الظاهري. احمد صديق القرقاوي. خالد عبد الرحمن الجزيري. هلال محمد الظاهري. عبد الله سعيد القاسمي. عبير نور سعيد. عبد الناصر جمال الشعالي. حور محمد نور الخاجة. كم لوزي. حصة جعفر النجار. أركان طلال مرشد. نادين مدحت أبو شعبان. عزة عبيد الله عثمان. حميد أحمد الشامسي. فروة فاطمة. سارة شفيع توفيق. نيما كابور كوم لاودي. سيد عدنان أزهر. أحمد رضوان شودري. تابش مسعود. عبد المتين إقبال مكلاي. عامر امتياز ملكاني. وقار أمجد نواز. سعد بن هلال. مهبيش أحمد. ياسمين فضل نور. فيبا فينودراي. في
صادق حسن البحارنا. علي مصطفى ركابي. زين أنور. أمنا سالم بن بحر. سلمى طاهر المخزومي. شيرين محمد شرعان. أميرة طاهر المخزومي. نوريا عزيزي. محمد عاصم شودري. سنة تنذير أحمد ماجنا كوم لاودي. ميشيل دايس كوم لاودي. جيتن واشرام باتيل. علا عادل محمد. فرح فاضل قسلان. محمد عامر الحميدة. إبراهيم يسري غزال. هيثم نظمي عرفة. محمد سالم هنغورة. مصطفى سالم هنغورة. ميرزا بيج. سنة إرفان كوم لاودي. أنام خالد علي. حسام عبد الكريم لطفي ماجنا كوم لاودي. محمد فيض الله زماني ماجنا كوم لاودي. College of Engineering. Graduates with bachelor degrees in chemical engineering, civil engineering, computer engineering, computer science, electrical engineering, and mechanical engineering. سعيد عبد الرحمن عبد الرحيم صفر. عبد الله محمد رفيع. يحيى أحمد الأميري. عبد الله عمر اليافعي. أحمد ماهر عباس. أحمد عماد عودي. عبد الله إبراهيم الكوس. خالد حمدي العصيدي. مع
محمود مسعد يونس. محمد مصطفى أحمد. نزار محمد مهران. محمد صالح بحر العلوم. خالد يوسف الهملان. ريان سليمان العمران. ياسر جمال السيد أحمد. محمد عوني أبو فول ماجنا كوم لاودي. معتز محمد الجمل ماجنا كوم لاودي. سهيل مروان أبو رحمة ماجنا كوم لاودي. عبد المجيد عباس افتخاريان كوم لاودي. رامي سقار درويش. ميشيل عيسى عبيد. عبد الله رأفت بشير. صفوان عمر أبو فداية. إيمان محمد الكبيسي. مي مجيد الحميري. عائشة محمد أبو مهير. أمينة علي المهيري. زينب عبد الله علي. نورة حسن الأمير. غادة هاشم الهاشمي. قدرة الله بشيري حاجي عبد الحي. رسول محمد يوسف شرفي. سيلين برنادات جورج. كونان كليوفيس بينتو. ألريك أنتوني لوبو. آسيا حنفي لاسفير كوم لاودي. ميس مصطفى فكرت. ماري نور برجيلي. داليا عبد الحكيم كنعان. نيرفين محمد مبارك. دانا محمد الجودر. محمد خالد قويش. شانن ميلاني دسوزا. ايمي الاخبر. بسمة فتحي عفانة. شروق وجيه كتاني. ريهام حمد النيل الريح. هناء أحمد شبيب.
مسعود إلهي بور. رشيد شالتشي توسيم. زينب دلشاد. بهنام هشانج مقدس. أحمد محمد سعيد شكوارا. محمد عمر حرز الله. مهند دياب الخطيب ماجنا كوم لاودي. جميل أحمد عورتاني. أسامة ساكب. عمر شاهد إقبال. وليد نواز آسيم. ريحان عارف كوم لاودي. محمد قاسم محمد رفيق ماجنا كوم لاودي. نديم إقبال عبد الخالق. هاجر محمد الجنيدي. إنجي علاء الورداني. إيمان زياد الحمايدي. ربا حسن النشاش. سحر سمير تشوبور كوم لاودي. أسيل محمد الحسين. نيتو راج. معصومة محمد حسين رجبي سوما كوم لاودي. دلارام حسين شفق. فاطمة مخصوص. شاهين دهباشي. منى سعيد صدفي خادم. أمين بجدلي. علي محمد تقي أرجمندي. حميد رضا خالقي. سينا شعباني. صابر أيوب عابدي. علي سيد زندافي. غانم عبد الله كشواني. عبد الرحمن محمد عاطف. فريد غلام علي شيخي كوم لاودي. كرم حاتم مكي. بريت سينغ بدي. نهال محمد الخنيزي. روان محمود تيم. سارة عبد الرضا نجار.
ريم محمد سويدي. وليد العموس. عبد الغني عبد المطلب قلعزي كوم لاودي. معز منصور فيرا باروالا. شعيب حسين. إيرانتي أوديانغا موتوكومارنا. برامونتا غوناواردينا. بسمة عبد الرحمن المشيكح. يوسف منيب التل. ريم فهيم الجمل. آلاء محمد أبو صلاح. ميساء عوني فقر. ديما ماهر الدبس. نيلي موسى نيكولا. عنود صالح المرزوقي. هبة تيسير أبو سعيد. فريدة سيف. سلمى أسامة صالح. ميسى حسيب بطناق. سري بشار الغصين. نادين فريح حداد كوم لاودي. محمد نديم منصور. شبنم فراغت. هبة أدهم رزوق. ناصر غازي شحادة. عاصم محمد. محمد خالد دبدوب. عمر رجا أحمد. سالم نصر سعد. وليد مجدي دياب. ألكسندر أبدياب. أمير أردلان أحمدي. محمد عثمان رانا. جاسم محمد مكي. حسين علي العفو. عمر محمد الغامدي. سهيل خليفة الحميري. محمد أحمد البلوشي. ناصر محمد الأميري. أحمد بسام صايمي.
محمد يوسف شراب سوما كوم لاودي. خالد علي الحمامي. محمد أحمد المعيني. محمد فاروق مكي. محمد شاهد أحمد كوم لاودي. محمد رشيد بشيمام. سيد عديل أحمد. وحيد علي. أنس رامز لولو. معاذ تنذير أحمد بركات. نايف عارف الجابري. عامر حلمي بدوية. عمر عبد الرؤوف الحاج أحمد. عمر سهيل أبو حجلي. وائل محمد بحيري. أسامة خالد الصمادي. عماد حليم الجردي. بيان محمد شعث. دينا أيدن. أديب عماد قزي. هيا إسماعيل النشاش. عبد الله تيسير بزاري. خالد محمد رمضان. بهاء عوني شحادة. حسام سفيان السمهوري كوم لاودي. عماد حسان الناطور. باسل عمر الحاج. عبد الرحمن سعيد أبو عيدم. خالد محمد بوكلا. إبراهيم علي الحمادي. أبو بكر محمد الكبيدة. عبد الرحيم لكحل. عزان مصطفى اسحاق. أحمد خلدون الجاروب. عبد الرحمن سمير الحبال. حسن محمد أيمن البرغل. عمر نزيه الشولي. محمود فايز الخليل. أحمد عصام الشناوي. حاتم باسم الفارس. أديب مفيد بزبز.
علي عبد الله الجبوري. محمود مفيد الزير. يوحنا نشأت عزيز. منير صبح بدر. شريف كميل حماتي. ليليان زاهي طموس كوم لاودي. عمار ياسر الحسن. محمد نور الدين أليف. سليمان أزهر. محمد رشدان نزار. محمد أكبر مرزا. سنبل خان. رباعيات مشرف خان. صهيب طاهر. محمد عظيم خطري. محمد أحمد. مصطفى نياب حيدر. محمد صلاح حافظ. محمد طالب عامري كوم لاودي. فيصل محسن الحسيني. مبارك يحيى شماكي. سامر يحيى بسيط. محمود مرجان عبود. أحمد حسام الدين مصطفى كوم لاودي. إيهاب كلوبيس كرم. طارق ياسين الخطيب. محمد محسن العريفي. عامر محمود حجازي. إسلام أحمد. عدي يوسف العموري كوم لاودي. طه محمد دحابرة. رفيق تميم جبور. مصطفى سليم كاشف. علاء خيري أبو بكر. محمد مجدي حسن. أحمد محمد مهدي. تامر حسن النبريس. محمد مروان بربر. بشرى هشام زيد. جميلة أحمد السويدي. عبد الله محمد حمادي. بشار طارق سفاريني. ضياء الحق رشاد سويد. فادي عبد الغفار ناصر الدين. طارق فكري أبو سيف. أشرف مفيد المصلح كوم لاودي.
رجائي مدحت عماري، محمد إبراهيم أبو فارة، إسماعيل الأزهري المعتصم الحسن، باسل محمد مخلص الساعاتي، محمود هيكل مهنا ماجنا كوم لاودي، محمد محمود غزال، محمد نبيل الشرقاوي كوم لاودي، ياسين أعاد القيسي، ميسرة صلاح الدين الحياوي، ياسر أحمد حمندي، حسام جمال الدين فانتا، عمار محمد خضر، محمد عبد الملك الشيباني، خالد محمد بن بريك، محمد عبد الله البريك، عمر جمال رشاد، ديب بلال محمود، تامر ظاهر الديك، عبد الله صلاح شبير، يحيى اسماعيل كشكش، مشاري علي الغامدي، مهند خالد الزاهد، خالد سلطان الزعابي، أحمد بوعتابة الزعابي، محمد حميد الجروان كوم لاودي، محمد سالم الزعابي ماجنا كوم لاودي، محمد عبد الله السويدي، فيصل سالم المزروعي، محمد عبد الله المرر، حمد علي بن حجر، محمد يوسف القرقاوي، عبد الله محمد النعيمي، حميد سالم آل علي، عبد الله إبراهيم آل علي، محمد موفق قاسم كوم لاودي، عبد العزيز خالد بن كلبان، محمد عمر زعرب سوما كوم لاودي، فياض ياسين سمارة، أحمد منير آل رحمة، حسن علي عباسي،
I hope. There you go. On behalf of His Highness, the Board of Trustees, and the faculty and the staff, I wish our graduates good luck and Godspeed. تهانينا لجميع الخريجين والخريجات. رجاء من السادة الضيوف البقاء في أماكنهم حتى خروج موكب التخريج وشكراً.